بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 92 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بتوقيع إحدى المستمعات، تقول نون عين ألف، تسأل وتقول: إذا فات شيء من قيام الليل أو صلاة الوتر متى يقضيها الإنسان؟ هل يقضيها في الصباح مع صلاة الضحى أم بعد صلاة الظهر؟ جزاكم الله خيرا. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فمن فاته قيامه من الليل أو الوتر فإنه يقضيه بعد ارتفاع الشمس، فيما بين ارتفاع الشمس إلى رمح إلى أن تتوسط الشمس بكبد السماء وبإلى دخول وقت الظهر. كل هذا وقت لقضاء قيام الليل والوتر لمن فاته شيء من ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أنه إذا فاته قيامه من الليل ووتره فإنه يقضيه من الضحى. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا قضاها في النهار فإنه يشفعها فيقضيها 12 ركعة. وكذلك يفعل من فاته قيامه من الليل، فإنه إذا أراد أن يقضيه على الوتر من النهار فإنه يقضيه مشفوعا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن حكم الرقص للنساء في المناسبات. الرقص في مناسبة الزواج وضرب الدف للنساء، ضرب الدف للنساء فيما بينهن سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إعلان النكاح. وأما الرقص فإذا كان بين النساء وهو من الرقص المعتاد الذي ليس فيه انكشاف شيء من جسم المرأة، ولا هو من الرقص المعاصر الفاسد، وإنما هو من الرقص المعروف عند نساء المسلمين، فلا بأس بذلك بهذه المناسبة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أبها رسالة بعثت بها إحدى المستمعات، تقول سين عين لام. رسالتها مكونة من 3 صفحات، أو قضيتها الأولى بالأحرى مكتوبة في 3 صفحات. ملخص ما في هذه الصفحات 3 أنها موظفة ولها راتب تستلمه كل شهر، ووالدها يسيطر على راتبها ولا يريد منها أن تصرف منه شيء، لا لزوجها ولا لأولادها، واستمرت على هذا الحال ما يقرب من 10 سنوات. ثم قررت أن تساعد زوجها في بناء منزل لها ولأولادها، فلما علم الأب والأم بذلك غضبوا عليها غضبا شديدا، وهي الآن تستشيركم شيخ صالح في الأمر، جزاكم الله خيرا. بر الوالدين واجب على الولد، ومساعدتهما بما يستطيعه الولد أمر واجب، ولا وللوالدين أن يأخذ من مال ولدهما ما لا يضره ولا يحتاجه، لأن الولد من كسب الوالد، قد قال صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من كسبكم، قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وقال عليه الصلاة والسلام للولد: أنت ومالك لأبيك. ولكن إذا وصل الأمر إلى الإضرار بالولد فإن الوالد لا يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يضره أو يحتاجه. وهذه السائلة تذكر أنها تحتاج إلى
شيء من راتبها، فلا يجوز للوالد أن يضايقها إلى هذا الحد، بل يترك لها ما تقضي به حاجتها وما تساعد به زوجها إذا احتاج إلى ذلك. هذا هو، وهذا فيه جمع بين مصلحة الطرفين، مصلحة الوالد ومصلحة البنت، لأنها تأخذ من راتبها ما تحتاجه وتدفع لوالدها، أو يأخذ والدها من مرتبها ما لا يضرها وما لا تحتاج إليه، لا ضرر ولا ضرار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لاحظت صاحبة هذه الرسالة على والديها الغضب بسبب ذلكم الشيخ صالح، هل عليها من إثم حينئذ؟ إذا أفهمت الوالدين بحاجتها وطيبت خاطرهما، فأعتقد أن الوالدين لا يستمران على الغضب، لأن الوالد أشفق على ولده وأرحم به، فإذا بينت لهما حاجتها وضرورتها إلى شيء من المال فإنه في الغالب نزول ما في نفس الوالدين، فالقضية قضية تفاهم وقضية إقناع. فإذا اتبعت الطريقة الحكيمة مع والديها وأقنعتهما بحاجتها وضرورتها، فلا بد أن الوالدين يقتنعان بذلك إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. تقول استمرت القطيعة بينهم لمدة سنة بسبب ما ذكرت في رسالتها شخصا. عليها أن كما ذكرنا عليها أن تعالج هذه القضية مع والديها وأن تقنعهما وتبين لهما حاجتها ويزول هذا إن شاء الله بالتفاهم، ويزول هذا العارض. كثيرا ما أثر راتب الموظفة على حياتها الشيخ صالح، فمنهن من كان راتبها سببا لتعطيلها عن الزواج، ومنهن من أوقعها راتبها في مشاكل كهذه المشكلة. لعل الشيخ صالح كلمة. لا شك أن عمل المرأة وتوظف المرأة بالوظائف، التحاقها بالوظائف، أما ذلك سبب مشاكل لهن ولأزواجهن ولأولادهن. الله سبحانه وتعالى جعل المرأة راعية في بيت زوجها وقائمة بشؤونه، وجعل الزوج قائما على الزوجة بالإنفاق والكسب. فالزوج يعمل خارج البيت ويكتسب له ولزوجته ولأولاده، والمرأة تعمل في داخل البيت في تربية الأولاد وفي تنظيم شؤون البيت وإراحة الزوج، وبهذا يحصل التعاون بين الزوجين ويصلح شأن الأسرة. فلا شك أن رجوع المرأة إلى عملها الأصلي وإلى ما يليق بها وإلى ما هو المصلحة لها ولزوجها ولأولادها، لا شك أن رجوعها إلى هذا الأصل هو الذي يحل المشكلة. أما إذا خرجت النساء كما يخرج الرجال للأعمال من الصباح إلى وقت متأخر من النهار، وتضيع المرأة بيتها وتضيع أولادها وتضيع شؤون بيتها، على شك أن هذا أوجد مشاكل كثيرة. وأيضا هذه الرواتب التي رواتب الوظائف التي تستلمها النساء أيضا سببت مشاكل بينهن وبين أزواجهن وبين والدي المرأة، وكل طمع فيها، وربما أيضا أثر هذا على زواجها وتأخر زواجها. وإن تزوجت ولاحظ الزوج منها أنها لا تخضع لمتطلباته الزوجية وأنها تذهب إلى وظيفتها وإلى عملها، فإن هذا كثيرا مما سبب الطلاق، كثرة الطلاق، لأن الرجال يريدون نساء يقومن بحوائج بيوتهن ويكفينهم حوائج البيوت. فإذا رجعوا إلى البيوت وجدوها مهيئة، ووجد الزوج سكنا مريحا، ووجد كل شيء منظما على المطلوب، فيحصل بذلك الراحة للأزواج. الله جعل الزوجات سكنا للأزواج، قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الرجل يسكن إلى زوجته ويرتاح ويطمئن. وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالحكمة في إيجاد الزوجة إلى جانب زوجها حصول السكن بينهما والراحة والطمأنينة. أما إذا صارت المرأة تشبه الرجال في العمل وتخرج إلى خارج البيت وتعمل في الوظيفة وهنا وهناك، ولا تأتي إلى البيت إلا في وقت متأخر، فمن الذي سيقوم بشؤون البيت؟ وأصبحت لا فرق بينها وبين زوجها، كل منهما يخرج
إلى عمل، فمن سيقوم بشؤون البيت؟ فهذا من المشاكل ومن إفرازات توضح النساء في الأعمال التي تشبه أعمال الرجال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ولاحظوا أنها تصف أباها بأنه ثري وصاحب عقار ومزارع، إلا أنه يطمع في راتبها من أجل أن تتوسع أملاكه وتجارته. لعله الشيخ صالح إضافة حينئذ. هو كما ذكرنا، كما قرر الفقهاء رحمهم الله، أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره وما لا يحتاجه، بهذا القيد ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد. فإن بلغ الأمر المضارة بالولد ومضايقته بحوائجه الأصلية فإنه لا يجوز للوالد، قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا سيما إذا كان الوالد كما ذكرت السائلة أنه غني، فهو ليس بحاجة إلى أن يضايق ابنته في راتبها، وقد أغناه الله سبحانه وتعالى من فضله. جزاكم الله خيرا. نعود إلى العقوق مرة أخرى. ألاحظ أنها تخاف من العقوق خوفا كبيرا، وحالها كما تفضلتم شيخ صالح، فلعلكم تطمنونها بكلمة في هذا اللقاء. العقوق لا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية عظيمة، وهو من السبع الموبقات، ولكن إذا كان كما ذكرت السائلة وأنها تأخذ شيئا من راتبها لحاجتها ولضرورتها فإن ذلك ليس عقوقا، ولا إثم عليها في ذلك، لأن هذا من ما تضطر إليه، بل الذي يكون مخطئا هو الوالد الذي يضايقها إلى هذا الحد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية أخرى: والدتي كثيرة الدعاء على أبنائها أولاد وبنات بسبب أو بغير سبب، ولا تدعو إلا بسيء وسيء جدا، وتسببت في مرض أخي الكبير، مرض نفسي، حيث أنه متدين جدا ويخشى العقوبة، ولكثرة ما يسمع من الدعاء عليه وعلينا أصيب بهذا المرض، وهو الآن من مراجع الصحة النفسية، فرجائي توجيه كلمة لنا ولوالدينا، عسى الله أن ينفع بكلامكم، جزاكم الله خيرا. أولا على الأولاد أن لا يغضبوا أرباءهم، أن لا يغضب الولد والديه، لأن هذا يسبب أن يدعو عليه، ودعوة الوالد مستجابة، فعلى الولد أن يرفق بوالديه وأن يحسن إليهما وأن يتلطف بهما، وإذا بذل هذه الأمور الغالب أن الوالدين لا يحرجان عليه ولا يغضبان عليه، فضلا عن الدعاء عليه، وإنما العكس، وهو أن يدعو له بالخير والتوفيق إذا أحسن إليهما وقام بما يستطيع من حقهما بالملاينة والملاطفة وخفض الجناح والرفق كما أمر الله جل وعلا بذلك. ثانيا على الوالد أن لا يصل به الحد إلى أن يدعو على أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو أن يدعو على أولاده، لئلا يصادف وقت إجابة، ولأن دعوة الوالد مستجابة، فعلى الوالدين أن يرفقا بأولادهما وأن لا يلجأ إلى الدعاء عليهما، وأن يحلم ويرحم أولادهما، والله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، فعلى الوالدين الرفق بالأولاد وعدم الدعاء عليهما، ولو حصل منهما ما حصل من الإساءة فبإمكان الوالد أن يوبخ ولده وأن ينصح وأن يعظه بدون أن يلجأ إلى الدعاء، أو أن يوصي من ينصح هذا الولد ويوصيه بوالديه ويذكره بما ذكر الله سبحانه وتعالى للوالدين من الحقوق وما حرم من العقوق، فالمناصحة يحصل بها المقصود. وأما الدعاء على الأولاد بالسوء فإن هذا مضرة على الأولاد ومضرة على الوالدين أيضا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. طالبة من حفر الباطن تقول: نون السعيداني تسأل وتقول: ما حكم مكالمة الدكتور في الكلية في الاختبار الشفوي، مع أنني طالبة ملتزمة ولله الحمد، فإذا لم يكن هناك نقاش فربما أحرم من بعض الدرجات، وجهوني جزاكم الله خيرا. مكالمة المرأة للرجل في حدود
بالحاجة وبدون فتنة وبدون خضوع بالقول أو ممازحة لا بأس بذلك، لا بأس بالمساءلة بين الرجل والمرأة في الحدود المعروفة التي ليس فيها إطماع للرجال بالنساء. قال تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: ألا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فتخاطب الرجل مدرسا كان أو غيره بحاجتها مع الستر والحجاب وبكلام معروف ليس فيه إطماع لذوي الفتنة وليس فيه خضوع بالقول وليس فيه ممازحة ولا شيء مما يريد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد المستمعين، يقول: أخوكم في الله إبراهيم أبو محمد من الجمهورية العربية السورية ومقيم في المملكة، يقول: لقد غبت عن زوجتي لمدة سنتين هنا، علما بأن زوجتي راضية وظروف العمل هي التي اضطرتني إلى ذلك، هل أكون آثما والحال ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليك إثم فيما ذكرتم إذا كان هذان الأمران متحققان، وهما الحاجة إلى هذه الغيبة لطلب الرزق ورضاها أيضا ومسامحتها لك في هذه الغيبة، فلا حرج عليك إن شاء الله، ومهما أمكن أن ترجع إلى زوجتك فهو أحسن وأتم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف فا نون حا، بعث رسالة يقول: في أحد الأعوام قمنا بالحج أنا وزوجتي، وكنا ضمن إحدى الحملات، وعند قدومنا لمكة فوجئنا بوجود المخيم خارج منى بسبب الزحام الشديد، وبتنا أيام التشريق في مخيمنا مع الحملة خارج منى أقرب ما نكون إلى مزدلفة حسب اللوحات الإرشادية الموجودة في المشاعر. سؤالي فضيلة، هل علينا إثم أو دم؟ وهل حجنا صحيح؟ علما بأن الحملة عند تسجيلنا معها إلى الحج كانوا يقولون إن المخيم في منى، ولكن عند قدوم منى حدثت المفاجأة، علما بأن كثيرا من المخيمات تقع خارج منى مثلنا، فتونا مأجورين، جزاكم الله خيرا. يجب على أصحاب الحملات أن يفوا بالشروط التي بينهم وبين الحجاج والمعتمرين، لأن المسلمين على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلا يجوز لأصحاب الحملات أن يتساهلوا في هذا الأمر وأن يخلوا بالشروط التي بينهم وبين من تعاقدوا معهم من الحجاج والمعتمرين، وكذلك من باب أولى لا يجوز لهم أن يعملوا أعمالا تخل بالمناسك كالمبيت كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والنزول بمنى والمبيت فيها أيام التشريق، فإن هذه مناسك. يجب على أصحاب الحملات أن يمكنوا من معهم من المتعاقدين أن يمكنوهم من أداء مناسكهم، لكن إذا اضطروا إلى أن ينزلوا خارج منى لأنهم لم يجدوا مكانا بعد بذل الجهد وبعد المراجعة ولم يجدوا مكانا، فإنهم ينزلون مع الحجاج قريبا من منى، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا بذلوا الجهد وسعوا في تحصيل أماكن في منى فلم يقدروا، فإنهم ينزلون قريبا منها مع الحجاج في مزدلفة أو في أي مكان مجاور لمنى، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر آتوا منه ما استطعتم. ثم على الحجاج الذين عندهم مقدرة أن يأتوا إلى منى بالليل، يأتون إلى منى بالليل ويبقون فيها معظم الليل ثم يرجعون إلى قيامهم. أما إذا لم يستطيعوا هذا، لم يستطيعوا الإتيان إلى منى لبعدها أو للمشقة التي لا يتحملونها أو لكون فيهم نساء لا يستطيعن الذهاب أو مرضى، فلا بأس أن يبيتوا بخيامهم ويكونون معذورين في هذه الحالة، يسقط عنهم المبيت في منى لأجل العذر الذي لم يستطيعوا الخروج منه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضل لكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ فاضل، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.